مساء الزفت يا فندم، تحب تطلبي حاجة معينة ولا تدفعوا ايه النهاردة؟ مالك في ايه؟ مساء الخير يا فندم، ربنا يخليك، احنا منورين الدنيا كلها. ايه؟ هشغل لكم الواي فاي. مش عايزين شكر. تمام ماشي حضرتك. ايه؟ بنتي عظامة ايه؟ معلش طب ممكن بس معلش حربها واحده بس اللي تكلمني. نعم. فيكم لا واحده فيكم يعني اللي تكلمني بعد اذنك. لا ما اهدأ كده. تمام ماشي. قال الاستاذه في حد جالكوا يعني؟ في هي ما ادتناش فرصه ان احنا نقول. هي انا اسف والله. لا معلش بس عشان نعمل استعجال الشيفت بتاع خلص. قربتوا حاجه ولا اطلب لكم؟ لا احنا هاي حربوقه منك ليها. عرفتوا تطلبوا ايه ولا هو مش الشيفت بتاعك خلص المفروض ولا ايه نظامك؟ لا بصي عادي. لا بصي عادي. ايه دي انت بس مشي نفسك الله يرضى عليك. ما انا هطلب لك دلوقتي في ايه؟ طيب دور على حاجه ضايعه منك تاني ولا ايه؟ خلاص خلاص ثانيه واحده. اتفضل اقعد معانا. لا ربنا يخليك يا فندم ما بقعدش مع حرابيق. كنت عايزين تشربوا ايه؟ في ايه بقى؟ مالك؟ لا مالك وكتابه. انا بس بسالك. لا هو مش بهزر معاك ولا ولا انا اعرفك اصلا عشان اهزر معاكي. ماشي انا هنجز كل حاجه. احنا فين بقى هنا؟ صح احنا عايزين نتكلم، عايزين نطلب نتزفت زي ما انتوا عايزين نتزفت. تمام ماشي انت كده هتتزفتي بره عنك. تمام انا كلامي مش معاكي. انت ماليش خلق. انت خلقك لو ضيق ادي لاختك الصغيره مش بتاعتك. لا 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 ده حكيت مش بتاعتي. تمام ممكن اتكلم بس مع الاستاذه؟ تمشي نفسك خالص بعد اذنك. تمام حضرتك عايزه تدفعي حاجه معينه؟ لا انا ما غلطتش. انا انت ماشي ماشي عايزه في حاجه معينه عايزه تدفعيها؟ عايزه ادفعها؟ اه ادفعها في عينك. ربنا يخليك ربنا يخليك. مش هندفع ايه؟ خلصنا. لا مش عايزين ندفع اي زفت قدامكم. عندكم ايه معلش قول لنا مع حضرتك في بصي امسح لعرض المنيو فده المنيو عندنا. خلاص ماشي. هو اصلا مش شايف. انا هنا شايف. اه تمام ماشي. اطلب ايه يعني؟ اجيب لكم حاجه على مزاجي؟ لا مش عايزه اعرف بس. طب طيب ماشي. امال انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ يعني بص هقول لك انا على حاجه يا حربايه منك ليه؟ حاولوا تشوفوا حاجه. لا لما كده عشان احنا ماشي. انا بتكلم والله. ماشي يا فندم. ده انا بص ايدي الاثنين اهي ورا ظهري. انا بس ولا بتكلم ورا قدامك حتى تعمل ايه يعني؟ مش واحد. لا ولا اي حاجه اهي حتى لو قدامي عادي. ايه بيجيب زلابيه وجاي. يلا ماشي ماشي. لا 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 اتفضلي استريحي اتفضلي استريحي. انا اسف ليكي والله. اتفضلي اتفضلي. لا لا انا بقول لك انا حقك عليا والله. انا مستنيه بنتي تيجي عشان مستنيه تمسك اضربها. ده جفت للعالم الزفت. شوفوا هتدفعوا ايه لحد ما نشوف هنعمل معاكم ايه. بس انت مالك في ايه؟ مالك ايه النظام بقى؟ مفيش نظام ولا حاجه. لا احنا مش عايزين عوضه. كان انت ولا اللي تبعك ده؟ عشان احنا مش عايزين تخلي في حد بس عمل لك حاجه. والله مش عارفه انت معصبه نفسك ليه والله. طب روحي شوفي بتعملي ايه. روحي شوفي. اذا انتوا طلبتوه لا جالكوا جفت. اصل ده كمان جفت. تمام ماشي. عايزين منكم حاجه. احنا عايزين طالبين حاجه عايزينها. احنا مش طالبين. تمام حضرتك طالبه 2 مانجا صح ولا لا؟ اه. تمام ماشي. لسه بس في بزرايه قفشه في حته لحمه منها وعاملين ربنا يخليكي. تمام فهم لسه بيعملوها. ده يا فندم جفت من المكان للعالم الحربيه اللي زي حضرتك وزي حضرتك. حربيه على دماغك. تمام يعني ده المعامله دي محد مش اي حد بيتعاملها. مش اي حد بيتعاملها. يلا المعامله دي. يلا طب ثانيه واحده بس ما حاسبيني. ثانيه ثانيه يا استاذ ثانيه. طب حاجه ماشي ثانيه بس قبل ما تطلبي. انا بس بتكلم معاكي في حاجه. استريحي. انا عايزك تستريحي. لا مش عايزه استريح. انا بحب الوقف. طب ماشي استريحي بس استريح. طب استريحي عشان الناس بس اللي في المكان يعني شايفه الناس كلها قاعده ساكته. انت والناس اللي في المكان. لا 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 بص بتري في وشك قسما بالله العظيم. احنا كده بدانا نخرف وانا مش عايزه اعرف. ما تتخانقوش مع بعض علشان يا بنات. انا بقول لك اهو عشان نتخانق عشان ما تتخانقوش مع بعض علشان ايه؟ عشان انا ما جرايه وليا في ايه؟ انا بتكلم والله العظيم اجيب لك خالتي ذات نفسها وحيد. طب وحيد الله وليا وحيد الله. انا بتكلم اقسم بالله العظيم اديكي بالامشه في دماغك. طب ماشي ايه بتصور معانا؟ انا بعمل معاك بتصور. ما انت تعرفت عشان تصور معانا. هي اي زيته؟ هات بس التليفون عشان نتفق. جرايه بص بس بقول لك هات التليفون عشان نمشي. ماشي بص هناك يا عم مش عايز. هات ده اهو التليفون اهو. بص طب بص هناك بص هناك. هنبدا نتغابى وقسما بالله كلمنا هتيجوا يعجنوك دلوقتي. جهه مش ياه خالص. جهه مش ياه والله العظيم تاني بعض. قولي بس اهم حاجه زي زيع ولا ايه؟ بقول لك يا محمد انا داخل الكافيه بالصدفه لقيت الاكس موجوده هنا. اه حضرتك بتكلمني؟ لا لقيت الاكس موجوده هنا. بقول لك قدامي اهي دلوقتي وانا هكلم نورهان تيجي تامن على الموضوع. اه يا عم انا شايفها. بقول لك اهي بني ادمه براس فرخه موجوده. انا مامن على الترابيزه. قاعد على الترابيزه مسنيها. تمام ماشي يا محمد ماشي. تمام مسنيك دلوقتي. انت سامع الصوت صح يا استاذ؟ هي دي الاكس ولا البي؟
ايوه هي الاكس. انا شفت الشكل قبل كده، بقول لك بني ادم براس فرخه موجوده يا استاذ. اكلم نورهان حالا تيجي تامن على الموضوع. ماشي ماشي يلا يلا. سلام يا حبيبي. سلام. حضرتك بتكلمني؟ لا حضرتك انا كلمتك، انا بكلم صاحبي في التليفون. حضرتك جيت قعدت على الترابيزه معايا وبتكلم صاحبك، بتقول له لقيت الاكس. اكس مين؟ لا انا بقول لك بتكلم في التليفون. كلمتك انت؟ حضرتك بتكلم في التليفون. مشاكلك في الحياه دي مش بتاعتي. انا بكلم حضرتك، بكلم بس الترابيزه بتاعتي يا استاذه. وانت اشتريتي الترابيزه دي؟ لو سمحت في حد هنا ممكن يجي يشوف المهزله دي؟ لا انا ولا ايه؟ انا بكلم حضرتك. حضرتك اشتريتي الترابيزه دي؟ لو سمحت اتفضل يلا. طب لو سمحت. طب استاذنك بس اعمل ايه؟ طب انا مش عايز شوشره، اعمل بس تليفون بعد اذنك. انت عامل تليفون على الترابيزه دي؟ في كذا ترابيزه فاضيه. اسمعني انا لو سمحت يا نور. استاذ بقول لك يا نور، انت داخله على الكافيه؟ طب مستنيكي في الكافيه يا نور. ماشي تعالي عشان تشوف ان الاكس موجوده. ده اصل محمد مش انت جيت. ماشي يلا ماشي ماشي تعالي تعالي. عايزين نعمل شوف الاكس موجوده. اه ما انا بقول لك انا كلمت محمد ومحمد مش مصدقني. ازاي مش مصدق؟ ما انا قلت له، قلت له يجي دلوقتي الاكس موجوده وهو مش مقتنع. يعني انا جبتك بس عشان تأمنيني على الموضوع. انت طب رن عليه بس فهميني الاكس موجوده هنا دلوقتي. تمام ثواني بس. ايه يا استاذ حضرتك اللي جاي تقعدي على الترابيزه؟ استاذنك استاذنك تهمشي نفسك خمس دقايق بالظبط بس وبعد كده نشوف مشاكل. انا وضعي انا الهامش ولا حضرتك؟ لا حضرتك يعني عندك صدمه نفسيه مش دلوقتي. ثواني بس عشان حضرتك بالظبط جيت تقعد على الترابيزه اللي انا قاعده عليها. هي انا ما كنتش مصدقه في الاول والله العظيم. بني ادم براس عرس صح؟ اه ايوه قدامنا بالظبط زي ما وصفت بالظبط. ايوه طب احنا مستنيينك يا محمد. ماشي مع السلامه. في حد هنا يشوف اللي بيحصل ده ولا ايه؟ وحضرتك معصبه نفسك ليه؟ هو انت كلمتيها؟ استاذ جه قاعد على الترابيزه وحضرتك بعديه. وحد فينا كلمك بس؟ مين اللي انتوا بتتكلموا عليه ده؟ مين محمد ده؟ احنا بنكلم واحد زميلنا. مش عارف انا الكافيهات اللي زي دي بيبقى فيها كيدز اريا عشان لو في بني ادم براس فرخه بتتحط في كيدز اريا. فاهمه انت؟ انا لسه يعني بتكلم. ايوه هو يعني حضرتك فين دلوقتي؟ يعني انا داخل عليك حالا. هو يا استاذ انا بتكلم في التليفون ما بكلمكش. طب ماشي ماشي معصبه نفسي. خدي بنتي زيك كلميها كلميها. انت محدش عارف رصاصه. ايوه ده ايه ده؟ هدي نفسك يا عم قاعده. وفي حد جه قاعد على الترابيزه بكل ما فيهاش مشكله يعني بتحصل مع كل الناس عادي يعني. هي ايه اللي بتحصل؟ يا هو انت احنا بنكلم محمد دلوقتي. انت زعلانه ليه؟ مع السلامه. ماشي طيب لو سمحتي انت وهو بعد اذنكم. انا ما اعرفكوش. احنا نعرفك. اعمل مكالمه يعني احنا نعرفك؟ احنا ما نعرفكيش. عايزين على الترابيزه اللي انا قاعده عليها ليه يا استاذه؟ يعني انا عايز افهم حاجه. انت بتغير على الترابيزه؟ طيب اه بغير على الترابيزه وعلى الترابيزه. وانا بغير على الترابيزه. اتفضل. انا مش فاهم. انا طب ما تشوفي لك ترابيزه ثانيه يا استاذ. يعني ممكن تشوفي لك زحلقه ثانيه ولا تشوفي لك. انا دي الاكس بتاعت صاحبنا فاحنا بنكلمه عشان يجي ياخدها. انتوا مجانين فعلا بقى. الاكس حضرتك الاكس بتاعت. لا 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 عيب والله. انت ينفع انت تعمل الاكس دلوقتي؟ انا مش همشي من هنا لما صاحبنا يجي ياخد الاكس بتاعته. يعني انت حضرتك دلوقتي اتخانقتي مع الاكس بتاعت صاحبنا؟ مش معقوله. صاحبنا مرتبط بالباركو. طيب انتوا بقى دلوقتي هتقوموا تمشوا ولا هنفك وش حد كده؟ انا بس انا عايز اعرف بس ممكن تهدينا عشان نعرف هنتعامل معاك ازاي. هتمشي من قدامي ولا هتشاف وشك دلوقتي ولا في ايه؟ على حاجه حلوه. بصي بس هنا كده احنا بنهزر بنصور معانا. في ايه؟ بص بص طبعا ادي بس خدي اقول لك على حاجه. تعالي بس فاهميها اللي احنا بنعمل مقلب والله العظيم. احنا بنعمل مقلب والله العظيم. بس والله بنهزر معاك وبنعمل بنهزر معاك والله العظيم. دي كاميرا احنا بنصور. كاميرا خفيفه. كاميرا الخفيفه. طب ده مش خطوه. احنا اسفين جدا والله. وانت زي اختنا والله. احنا بنهزر معاك. نزيع زيع.